كل العالم تتذكر اليوم اللي خلقت فيه، إلا أنا ما بتذكر هذا اليوم ولا حتى أيام الدراسة. نفس الأولى ولا سنة ثانية، مع أن كل نهج الثبوتية بتذكر رقم بيان الإحصاء 1948، رقم الملف بلف 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 وبضلني محلي، جنسيتي غير مرغوب فيها، المهنة الورك يعني ممنوع، هواياتي الركض، الركض ركض ورا رغيف الخبز، هو بيركض قدامي وانا اركض وراه، هو بيركض قدامي وانا اركض وراه، اخوتي البرازرز يعني اللي اخو كتير، شوي بلبنان وشوي بسوريا وشوي بمصر وشوي بالاردن، والباقي موزعين ومشتتين على كل انحاء العالم. طموحي 194، بس انا يا جماعه الخير نفسي اعمل عيد ميلاد، اعمل عيد ميلاد يكون الي لحالي، ما حداش يشاركني فيه. وظني هابي بيرثداي تو يو، سنة حلوة يا جميل، وجمع حالك بقى لحي ابوك فصل، جمع حالك بقى لحي ابوك فصل، قول يا حبيبي اخذت على المدرسه صباح الخير يا اساتذه، قول يابا جبت لك اقلام والكتب والدفاتر، قوم يابا الباص بيب بيب بيب، قوم يابا قوم الباص بيب بيب، اه ما فتحوا المعبر، اه فتحوا المعبر والجيوش العربيه كلها اجت، اه يابا فتحوا المعبر، ما صار في امان وسلام وكون في عنان وكون في مال وشالوا الدبابات او الحواجز رجعوا للبيت، كنت يا حمار قوم يابا بسمعها بالتلفزيونات وبقولوا طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحاره وشارع، طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحاره وشارع، قوم يابا